في حفل لافت أطلقت مجموعة بهبهاني سيارة كايين الجديدة للعام 2018، وذلك في مركز بورشا في الكويت. وتعتبر السيارة الجديدة من الجيل الثالث من كايين وكايين إس، والتي امتازت بإعادة تطوير الطراز كاملا لسيارة كايين المتعددة الاستعمالات. باسم عائلة بهبهاني أود أن أشكركم جميعا على انضمامكم لحفلنا الليلة. أنا فخور بوقوفي هنا للحديث عن تطور الجيل الجديد بسيارة بورش، واليوم نتحدث عن سيارة كايين 2018 التي كانت في العام 2002 إحدى السيارات الهامة ومن السيارات الرياضية التي فرضت نفسها بثبات على شوارع الكويت. واليوم نحتفل بإطلاق الجيل الثالث من بورش كايين وكايين إس، والتي حصلت على تحسين بنظام الملاحة وبيانات أكثر دقة لحالة المرور بالطرقات. ونشهد إعادة تطوير الطراز كاملا لسيارة كايين الرياضية المتعددة الاستعمالات، كما أن سيارة كايين الجديدة ستمنحكم تجربة لن تنسى.